لو دينار معمول من الذهب خالص، دينار معمول من الذهب الخالص، ان الحالة الاقتصادية هتكون قوية. ولكن لو ذهب مخلوط عليه نحاس تبقى الحالة الاقتصادية ضعيفة، هكذا الدرهم. لو معمول من الفضة الخالصة الحالة الاقتصادية قوية، لو فضة مخلوط عليها حديد تبقى الحالة الاقتصادية ضعيفة. تمام فاطمة؟ أيوة بس. طب ممكن نحل السؤال التاني يا فاطمة؟ تمام، اتسمت العصور التاريخية الحديثة بشكل رئيسي بالاهتمام بالجوانب الاقتصادية. الحديثة. الله ينور عليك، الاقتصادية. طب الحديثة دي بتبدأ إمتى؟ بتبدأ من 1453 حتى نهاية القرن الكام؟ ال 18. دي فترة العصور الحديثة. أفكركم بيها، العصور الحديثة حصل فيها إيه؟ حصل فيها النهضة الأوروبية. النهضة الأوروبية أدت للثورة الصناعية. الثورة الصناعية أدت لحاجة اسمها الكشوف الجغرافية. الكشوف الجغرافية أدت إلى الاستعمار الأوروبي. طبعا دي ملامح العصور الإيه؟ الحديثة. طبعا لو إحنا بنتكلم عن المجالات دي كلها، كلها مجالات اقتصادية. ثورة صناعية، استعمار، كشوف جغرافية، الهدف منها أهداف اقتصادية. ماشي، يلا رنا. منح ملوك مصر الفرعونية الأراضي الزراعية لكبار المنطقين بهدف تحقيق الولاء. طبعا تحقيق الولاء. افتكر ان كانت كل الاراضي الزراعيه، نفتكر النقطه دي كويس، ان كل الاراضي الزراعيه كانت ملكا الى الملك او الفرعون، ولكن في بعض الاراضي بيخصها لكبار المنطقين والفرسان. وعليكم السلام. في بعض الاراضي كان الملك بيخصصها لكبار الموظفين وكبار الفرسان عشان يضمن ولائهم، وفي بعض الاراضي بيوقفها للايه؟ للكهنه، للصرف على المعابد والمقابر، اسمها أراضي الأوقاف. أفتكر إن كل الأراضي الزراعية في مصر كانت ملكا للفرعون، ولكن ده كان في بعض الملكيات الخاصة. مين هم اللي يقدروا يملكوا أراضي؟ كبار الموظفين وكبار الفرسان، وده الملك اللي بيديها لهم. وأراضي اسمها أراضي الأوقاف، أراضي الأوقاف دي الهدف منها إن هي تصرف على المعابد والمقابر. يلا يا محمود. نعم، يلا سؤال رقم 4. شبك نعمه ومنين نحط الأول في قناة به؟ الملك أمين منحات الأول والملك مينا أو نعرمر، الاتنين تشابهوا في حاجة. جيم جيم، اتخاذهم عاصمة جديدة للبلاد. طبعا نعرمر خد مدينة منف، وأمين منحات كان واخد مدينة اسمها أسيتوي. أسيتوي اللي هي الجيزة، علشان يستفاد منها في الوضع الاقتصادي. تمام، إذن إن التشابه ما بينهم كان في اتخاذ عاصمة جديدة للبلاد. يلا يا فاطمة. يعود تقدم المصريين القدماء في الصناعات المعدنية إلى عدة عوامل، أهمها مهارة الصنع المصري القديم. طبعا مهارة الصانع المصري القديم، افترق في الصناعة. كان الصانع بيرث المهنة أبا عن جد، كان دايما بيتوارث المهنة من جد إلى جد، من ابن إلى ابن. فعشان كده المصريين القدماء كانوا متفوقين في الصناعة. مش بس كده، هم كانوا عارفين أسرار المواد الخام، يعني يعرفوا إزاي يستفادوا بأفضل شكل من المواد الخام. وأكبر دليل هو نبات البردي. نبات البردي عملوا منه حاجات كتير. يلا يا رنا. ساعد على نشاط التجارة الدهشية في مصر الفرعونية. التجارة الداخلية، تنوع التجارة. نعم المحاصيل. طبعا، تنوع المحاصيل. اوكي، تنوع المحاصيل هو اكتر حاجة ساعدت على النشاط التجاري بين الشمال والجنوب. تمام، يلا يا محمود. اللي تعالى عن التعصب هذا تسعى إليه الأصل التاريخي اللي يؤكد على تكامل حضارات. الابتعاد عن التعصب هدف تسعى إليه دراسة التاريخ ليؤكد على فين تنوع الحضارات، تكامل الحضارات.
طبعا خلي بالكم ان احنا عندنا 4 اهداف لدراسه التاريخ. ايه هما؟ الابتعاد عن التعصب، هدف من الاهداف دي، ابراز القدوه الصالحه، ان التاريخ بيبرز القدوات الصالحه اللي نقتدي بيها، كمان الشعور بالمسؤوليه، ان التاريخ بيعلمك ان انت يكون عندك شعور بالمسؤوليه وتحافظ على مكتسبات المجتمع بتاعك، كمان استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه. تمام، يلا فاطمه. فاطمة، أيوة مستر، تمام. رقم حدث طريق 8، ولك حدث طريق تغيير الحياة في الحياة السياسية السياسية. بمصر الفرعونية أدى إلى دعم حقوق الأفراد في بداية عصر الدولة الوسطى. بداية عصر الدولة الوسطى، بداية عصر الدولة الوسطى اللي هو نهاية عصر الدولة القديمة. طب إيه هو التغيير في الحياة السياسية؟ هي الثورة على الملك، الثورة اللي كانت على الملك بيبي الإيه؟ بيبي الثاني. طبعا الثورة دي كان ليها شأن كبير، ده أول ثورة اجتماعية في مصر، يعني أول مرة الشعب المصري يعمل ثورة على الملك بتاعه. ليه؟ الشعب المصري كان عنده مظالم سياسية واقتصادية واجتماعية. يبقى حدث تغيير في الحياة السياسية أدى إلى دعم حقوق الأفراد طبعا في بداية عصر الدولة الوسطى. طب هل ممكن ما الاقيش عصر الدولة الوسطى بداية عصر الدولة الوسطى؟ اه، هيكون موجود نهاية عصر الدولة القديمة. نهاية عصر الدولة القديمة، لو لقيت نهاية عصر الدولة القديمة هي بداية عصر الدولة الوسطى. يلا رنا، نتحدث عن الإصلاحات الإدارية التي قام بها الملك في مسيرته الثانية. زيادة نفوذ السلطة المحلية. زيادة نفوذ السلطة المحلية، السلطة المحلية اللي هم حكام الأقاليم، السلطة المحلية اللي هم حكام الإيه؟ الأقاليم. هتكون قيام ثورة اجتماعية. مش هتكون قيام ثورة اجتماعية. طيب الإجابة هتكون إيه يا مستر؟ الإجابة هتكون ألف، تجديد دماء الإدارة المحلية. مش فاهم يعني إيه هو يا مستر سنوسرت الثالث؟ إيه الإصلاحات الإدارية اللي عملها؟ سنوسرت الثالث في مجال الإدارة عمل حاجتين، هما لغى منصب وراثة حكام الأقاليم، لغى منصب الوراثة، حاكم الإقليم ما يورث الحكم لابنه، لما حاكم الإقليم يا مستر يموت كان دايما ابنه بيمسك الحكم بعديه بعد ابوه. لا، سنوسرت الثالث لغى هذا الكلام، وضع نظام لاداره الاقاليم، قال لك نتيجه الاصلاحات دي اللي هيحصل تجدد دماء الاداره المحليه. دلوقتي نقول محمود، محمود ماسك اقليم منف، لما محمود يموت هيجي ابنه على طول، لكن سنوسرت لما لغى مبدا الوراثه ممكن ابن محمود ما يبقاش هو الحاكم، ويجيب دم جديد، يجيب عنصر جديد، يجيب حد جديد. يبقى نتيجة الإصلاحات الإدارية اللي عملها سنوسرت الثالث تجددت دماء الإدارة المحلية. كان دايما يا مستر حاكم الإقليم يموت يجي ابنه، يموت يجي ابنه، يموت يجي ابنه، نفس العيلة نفس الأسرة. سنوسرت الثالث لغى مبدأ الوراثة، قال ممنوع وراثة حكم الإقليم، حاكم الإقليم لما مات أنا بقى أفكر أجيب مين، أجيب ابنه، أجيب حد تاني، إحنا حرين كملوك. يبقى الإجابة هتكون ألف، تجديد دماء الإدارات الإيه؟ المحلية. فاهمين النقطة دي؟ محمود، رانا، فاطمة، فاهمينها؟ تمام. تمام. يلا محمود. حرص المصريون القدماء على بناء المقابر. محمود، 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 محمود. أنا يا مستر ولا محمود؟ محمود اللي على الدور. تمام. يلا محمود، نقول يلا محمود،
عشان مثلا القمع على بقى مقابلة خصمية من الملوك بسبب أصيلة. تفصيل الملوك. الملوك مصر زمان كانوا بيبنوا مقابر حصينة بسبب إيه؟ الإيمان بالبعث بعد الموت. طبعا المصريين برضو كان عندهم اعتقاد اسمه البعث بعد الموت، علشان كده عملوا 3 حاجات: عملوا المقابر الحصينة، اهتموا بالتحنيط، وضعوا الأساس الجنائزي. يلا فاطمة. زاد التواصل الحضاري لمصر القديمة مع قارة أفريقيا من خلال العلاقات الاقتصادية. بدون العبارة السابقة، وصلت العلاقات الاقتصادية المصرية مع قارة أفريقيا ذروتها في عهد حتشبسوت. طبعا حتشبسوت، حتشبسوت ذات الرحلات التجارية إلى بلاد مين؟ إلى بلاد بونت. حتشبسوت عندها رحلات كتير إلى بلاد بونت. تمام، يلا يا رنا. استضافت الدولة الأموية فتح بلاد السند في العصور الوسطى. طبعا أي فتوحات إسلامية، أخلي بالي، أي فتوحات إسلامية أشوفها عصور وسطى، فتح العراق، فتح الشام، فتح الأندلس، فتح أي منطقة للمسلمين، طبعا دي عصور إيه؟ عصور وسطى، إلا فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية خلي بالك هتكون نهاية العصور الإيه؟ الوسطى وبداية العصور الحديثة. خلي بالك من الحتة دي، ممكن يقول لك فتح القسطنطينية ويحط لك بداية ونهاية، يعني فتح القسطنطينية هي نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. يلا يا محمود. تنمرت عملية الحدود الطبيعية في توفير الأمن والحماية لمصر الفرعونية خلال العصر العتيق. العصر العتيق. غلط. خلي الانتقال بالك انت مطلوب الثاني منك اجابتين، الانتقال الثاني اجابه واحده صح، لسه في واحده كمان عند الوسط. يا جدع. تقل ليه؟ لا تاني مش فاكر. هيكون انت هتختار العصور الضعف اللي هو عصر المتاخر وعصر الانتقال الثاني. عصر الانتقال الثاني تم احتلالنا من قبل الهكسوس، اذا تبقى الحدود كانت ايه؟ ضعيفه، لانك انت احتلوك ناس. العصر المتاخر انت احتلوك الاشوريين، احتلوك الفرس، الاسكندر، البطالمه، الرومان، كل ده احتلالات جت على مصر. طبعا يبقى تضاءلت اهميه الحدود الطبيعيه في توفير الامن والحمايه لمصر. يعني الحدود الطبيعيه ملهاش لازمه او ضعيفه في الحمايه في عصر الانتقال الثاني والعصر المتاخر. بس خلي بالكم، ممكن بكره يجي يسالنا عن ويل ديورانت. ممكن ويل ديورانت هو الكاتب الامريكي اللي عنده كتاب اسمه قصه الحضاره. ويل ديورانت كان حاطط حاجتين اساسيتين لقيام الحضارات، ايه وايه؟ اول حاجه كان حاطها ويل ديورانت هو ازدياد الفكر على الانسان، زياده انتاجه الفكري، ان الانسان يفكر بشكل مستمر. الانسان لو فكر في شكل مستمر هيقدر يصنع حضارته، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي حطها ويل ديورانت هو الامن والاستقرار، لو توفرت ليك أمن واستقرار هتقدر تصنع حضارة. طبعا الحدود بتاعت مصر كانت بتساعد على الأمن والاستقرار، قلنا إن الحدود الطبيعية كانت بمثابة دروع واقية. الحدود الطبيعية كانت بمثابة دروع واقية للإيه؟ للمصريين. يلا فاطمة. أيوة يا مستر، اعتمد طبعا العالم المقالة تحل إيه؟ متعدد أحد. يلا حتى الأولاني كده. عند دراسة تاريخ مصر الفرعوني تظهر صعوبة جمع المعلومات عن عصور ما قبل التاريخ. عصور ما قبل التاريخ، طبعا ما قبل التاريخ يعني قبل معرفة الكتابة، قبل ما أعرف الكتابة مش هعرف معلومات عنها.
عصور ما قبل التاريخ، يعني قبل معرفة الإنسان الكتابة، مفيش حاجة مسجلة عشان كده مش هعرف حاجة عنها. تمام، يلا يا رنا. إدراك علم التاريخ الكثير من الجوانب الإيجابية، منها إبراز القدوة الصالحة من الشخصيات التاريخية، يرجع الهدف من العبارة السابقة إلى إعداد إنسان غير متعصب. إعداد إنسان غير متعصب، والله ممكن أختارها، بس تيجي نقرأ الاختيارات. مثال بسيط، مثال بسيط، إيه أفضل شخصية تاريخية أنت حباها؟ قولي لحظة، لي ثواني، أتمنى. هيكون استخلاص العبر من تاريخ نعم؟ الأمم السابقة. لا، هي مش استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة، لا، وإحنا بنقول لك من علم، إحنا بنبرر القدوة الصالحة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال ايه؟ ولكم في رسول الله اسوة حسنة. الهدف من ده ايه؟ ان المسلمين يطلعوا ايه؟ يطلعوا صفات الرسول، يعني ياخدوا من صفات الرسول ويمسكوا بيها، صح؟ أيوة صح، حلوة، يبقى الهدف من العبارة دي هو اعداد قيادات على تحقيق التقدم. ان انا اهو دلوقتي اهو عندي مثال بسيط، محمود فارس، محمود فارس واخد القدوة بتاعته هو صلاح الدين الايوبي، وهو شخصية تاريخية وليه انجازات كتير في الناحية السياسية والإدارية والإسلامية. اذا ان محمود لما ياخد صلاح الدين اللي هو يوسف بن وهب كقدوة ليه، كده انا بحقق اعداد قيادات قادرة. محمود ده لما يكبر هيبقى قادر على تحقيق التقدم، هو عنده نموذج. زي احنا دلوقتي ايه عندنا اطفال في مصر، تقول له نفسك تبقى زي مين؟ يقول لك زي محمد صلاح. هو عنده نموذج عايز يبقى زيه، عايز يحقق التقدم زي ما محمد صلاح حقق التقدم، بس في اي مجال بقى ايه الانسان يتبعه. يبقى الهدف منه هو اعداد قيادات قادرة على تحقيق التقدم، اعداد قيادات قادرة على تحقيق التقدم. يلا محمود. بيقول لك اشتراك سكان شمال السودان، منطقة شمال السودان كانت بتشترك قديما في الجيش المصري في دول العبارة السابقة، تؤكد مشاركة سكان شمال السودان قديما في الجيش على ايه؟ يعني سكان شمال السودان كانوا بينضموا للجيش المصري وبيشتركوا مع الجيش المصري، تؤكد المشاركة على ايه؟ مكانتهم السياسية؟ لا، مش مكانتهم السياسية طبعا، غلط. طب انت عارف منطقة شمال السودان دي بيسموها ايه؟ كنا بنسميها ايه؟ من لا اسمها تعرف الإجابة، حد يعرف؟ كنا بنسميها تاستي. ايه تاستي دي؟ اللي هم أهل الأقواس، لأن هم كانوا مشهورين بالأقواس وكانوا أحسن ناس تستخدم الأقواس بسبب مهارتهم العسكرية. هم كانوا بيشتركوا في الجيش المصري بسبب مهارتهم العسكرية، وكانوا موجودين في مدينة طيبة، كان دايما تلاقيهم في مدينة طيبة، مشتركين في مدينة طيبة بسبب مهاراتهم الإيه؟ العسكرية. أيوة يا مستر، تطوع الغار الأدب الذي كان فيه الملك موضع مدح وتقدير، يعني احنا بنمدح الملك وبنقدر الملك في أي عصور؟ بس ممكن حضرتك ترفع الشير؟ ممكن حضرتك ترفع، أيوة كده. تتوقع دور الأدب الذي كان فيه الملك موضح موضع مدح وتقدير بالمصر الفرعونية فيه بداية عصر الدولة القديمة؟ طبعا هتكون بداية عصر الدولة القديمة. بداية عصر الدولة القديمة الملوك فيها كان ملوك أقوياء، من الأسرة رقم ثلاثة للأسرة رقم ستة، الملوك في الفترة دي كانوا أقوياء. تمام، خلي بالكوا احنا اتفقنا إن الأدب أربع أنواع، في أدب ديني بيتكلم على موضوعات دينية، في أدب القصة
أدب القصة والرواية، وبيتكلم على قصص حقيقية وقصص خيالية. عندي أدب السياسي، الأدب السياسي اللي هو بيتكلم على الملك، وأدب الحكمة والإيه والنصيحة. تمام، يلا يا رنا. قام بالقصر الفرعونية بالحملات العسكرية وإنشاء الحصون والقلاع الحربية وإقامة علاقات تجارية من أجل تأمين حدود مصر، وخاصة من الجهة الجنوبية. قام الملوك بالحملات العسكرية وإنشاء الحصون والقلاع الحربية وإقامة علاقات تجارية من أجل حدود مصر من الجهة الإيه؟ الجنوبية. تمام، أوكي، يلا محمود. قام ملوك مصر الفرعونية بالحملات العسكرية وإنشاء الحصون لا، والقلاع احنا في الحربية رقم وإقامة ستة، علاقات تجارية. في رقم ستة. أي من عوامل إقامة حضارات أساسية لما استوعب عن الصوم وكده. طبعا الصور اللي قدامي دي موضحة مجموعة من السلاسل والقلادات والأساور. ألف تختار أنهي واحدة؟ ألف نهر يعني نهر النيل هو اللي عمل لنا القلادة دي أو الأشكال دي. الحاجات دي مصنوعة أكيد من ذهب ومصنوعة طبعا من بقى فضة، بقى بقى هتكون الثروات المعدنية والعوامل البشرية. طبعا تعبر الصورة المقابلة عن الثروات المعدنية، لأن كل الحاجات دي معمولة من معادن، وعوامل بشرية لأن الإنسان هو الإيه؟ هو اللي صنعها. يلا فاطمة. أيوة، أطلق المصريون القدماء على مراكز البحث العلمي بيوت الحياة، يدل المضمون عبارة سابقة على إدراك المصريين لأهمية العلم في حياتهم. إدراك المصريين لأهمية العلم في حياتهم. طبعا إحنا عندنا مراكز البحث العلمي اللي هي المدارس، اللي هي الجامعات زي جامعة قون، اللي هي المكتبات. دول الثلاثة بنسميهم مراكز البحث الإيه؟ العلمي. طبعا ده دليل على إدراك المصريين لأهمية العلم في حياتهم. يلا رنا. اتفق المصادر الأولية مع المصادر الثانوية في نمو مصنع الإنسان. أنا تخلفوا المصادر من مصادر الأحداث، والمصادر الأولية زي الإيه؟ زي الآثار، زي النقوش، زي البرديات، زي الأستراقة، زي كتابات المؤرخين، زي النقود والمسكوكات. دول اسمهم مصادر أولية. ولكن المصادر الثانوية هم ثلاثة، من هم الأساطير، كتابات الشعراء، كتابات الفلاسفة. الاتنين بيتفقوا مع بعض، أيوة، إنهم من صنع الإنسان. اللي عمل المصادر الأولية إنسان، واللي عمل المصادر الثانوية إنسان. طب بيختلفوا في إيه؟ في مدى الدقة. الاختلاف في مدى الدقة، المصادر الأولية أدق من المصادر الثانوية. أركز في الحتة دي، يختلفوا في الدقة. المصادر الأولية أدق من المصادر إيه؟ الثانوية. المصادر الثانوية سهل الحصول عليها، سهل إن أنا أجيب مصدر ثانوي، صعب إن أنا أجيب مصدر أولي. يلا يا محمود. رقم 8 صح؟ محمود يلا. يلا رقم رقم تسعة. 8؟ تسعة تم عثوره على تم عثوره على عبد بي منزله في أحد المدن الفرعونية القديمة ينتمي إلى الأسرة 26 في ضوء الحرب السابقة. الكتابة التي كتبها العبقرية العادي ده كتب بأني كتابة؟ جيم أني كتابة؟ ديمقراطية
الديموطقية. طب هو ليه اختار الديموطقية؟ لأن الكتابة الديموطقية بدأت تستخدم من الأسرة 21 منذ العصر المتأخر. أي حاجة كانوا بيكتبوها بالكتابة الإيه؟ الديموطقية. يبقى عثروا في منزل على عقد، العقد ده مكتوب بالكتابة الديموطقية. بداية من العصر المتأخر كانت الكتابة الديموطقية موجودة. أي حاجة دينية، أي حاجة دينية، معابد بقى، مقابر، نصوص دينية بتتكتب بالكتابة الهيروغليفية. أي حاجة أدبية بالكتابة الهيراتيقية. خلي بالي الهيروغليفية هو الخط المقدس. يعني إيه الخط المقدس؟ كل المعابد، كل المقابر، كل النصوص الدينية بتتكتب بالكتابة الهيروغليفية. لكن أي حاجة أدبية، فلك بقى، هندسة، حساب، علوم، تحنيط، بتتكتب بالهيراتيقية وبتتكتب على ورق بردي. يلا يلا فاطمة. أثرت الظواهر الطبيعية على العقائد الدينية للمصريين القدماء، وظهر ذلك في اعتقادهم بوحدانية الإله. الظواهر الطبيعية طبعا هتكون وحدانية الإله. طب ليه اخترت دي؟ عشان لما عبدوا الشمس وكده. ظواهر طبيعية اللي هو آتون، صح. هي اختارت وحدانية الإله لأن آتون، عبادة آتون، خدوا آتون ده من إيه؟ من قرص الشمس. آتون هو قرص الإيه؟ الشمس. تمام. يلا يا رنا. تشابه الملك من بحضرة الثاني والملك سمسرد الثالث في قيامهما تأمين الحدود الجنوبية. للأسف غلط. بنت حطب الثاني ده مؤسس الأسرة ال11 في عصر الدولة الوسطى. سوسة الثالث كان في الأسرة 12. الاثنين دول تشابهوا في حاجة. قامت مشروعات تجارية. ولا إقامة مشروعات تجارية. للأسف غلط. الاثنين إقرار سلطة الحكومة المركزية. اللي من تحطب أخضع حكام الأقاليم، سنوسرت طلع قوانين للسيطرة على حكام الأقاليم وإقرار سلطة الحكومة المركزية. الصوت واضح؟ أيوة شباب الصوت واضح؟ تمام. فاحنا بنقول ان منتوحتب الثاني، الملك منتوحتب الثاني كان متشابه مع الملك سنوسرت الثالث في اقرار سلطة الحكومة الايه؟ المركزية. تمام. يلا يا محمود. السكرين واضحة ولا لا؟ لا إيه لسه مش ماشي. موجود. السكرين مش واضحة؟
يا مستر اللينك هيفصل بعد 7 دقايق، هندخل على نفس اللينك ولا فيه في لينك تاني؟ هو بعد اللينك، بس بعد 10 دقايق، لان اللينك بس 10 دقايق. هو بعد 10 دقايق يعني اللينك طب لما ما يفصل. ممكن نعمل لينك تاني عشان ندخل بسرعة. خلاص، لو حد مع لينك تاني ممكن يدخلنا على طول. تمام، انا هبعته على خلاص الجروب. اوكي. السكرين برضو مش واضحة. ظهرت السكرين، ظهرت كده الكل. رنا سمعنا؟ رنا، فاطمة، محمود، الصوت واضح؟ ايوه طب يلا يا تمام. محمود. تمام، يلا يا محمود. صورة رقم 12. تعرف كان هيجمع في يده سلطان تشريعية جزيرة فضائية في المقبرة. كان معاه الثلاث سلطات، معاه السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. حكم الإدارة المحلية. حاكم الإقليم، حاكم الإقليم معاه سلطة تشريعية طبعا غلط، معاه سلطة قضائية برضو غلط. حاكم الإقليم لا، ألف هو رئيس الإدارة المركزية اللي هو الوزير. أيوة، إحنا متفقين إن الوزير يا مستر هو اللي بيمتلك السلطة التشريعية، من حقه يشرع بعض القوانين بعد تفويض من الملك، معاه سلطة تنفيذية يقدر ينفذ القوانين، يشرف على القوانين، معاه سلطة قضائية، هو كبير القضاة واللي بيترأس المحاكم. تمام، يلا رنا. استخدم المصريين لاقتناء مواد خام متعددة في الصناعات، تكون الزجاج الزجاج، اوكي. والتوابيت. طب ليه اخترت التوابيت يعني؟ عشان بتكون من الخشب. طب الخشب تبقى مادة خام واحدة صح؟ أيوة، آه. طب هو انت طب هو عايز مواد خام متعددة هتكون سلال. ايه؟ سلال السلال كان بيعملها من نبات البردي، والورق بيعمله من نبات البردي، ولكن الإجابة هتكون الملابس. طب ليه اخترت الملابس؟ هو هنا يعني فقط حتة في السؤال، كان لازم يقول هي ملابس الأغنياء، لأن ملابس الأغنياء بتتعمل من إيه؟ بتعمل من كتان وحرير، وبيزودوه بالحلي، الفضة أو الذهب، من مواد خام متعددة زي ما أنت قلت. الزجاج بتعمل من الرملة وبعض المواد الكيميائية، دي مواد خام متعددة. وكمان الملابس بتتعمل من كتان بيكون ملصع ببعض المواد، أو من ملصع يلا مين اللي عليه الدور؟ فاطمة. أيوة. يلا، أمام صورتين لاثنين من ملوك الدولة الحديثة، قام كل منهما بحدث أثر على الإمبراطورية المصرية. طبعا الصورة هنا للملك منتوحتب الرابع ورمسيس الثاني. مصر، احنا هنحل مقالي. أنا بس أحللكم السؤال ده، أحللكم. طبعا نفتكر إن منحتب الرابع صاحب أول ثورة دينية، هو أول ثورة دينية، والثورة دي خلت مصر تفقد جزء من إمبراطوريتها في الخارج. بسبب الثورة دي مصر فقدت جزء من إمبراطوريتها في الخارج،
طب رمسيس الثاني، رمسيس ملك قوي انتصر على الحيثيين واعاد النفوذ المصري على منطقه اسيا، رجع ان مصر تسيطر على اسيا مره ايه؟ مره اخرى. لا هنحل الايه؟ الاسئله المتعدده فقط. النص المقابل يدعو الى قيمه ايه؟ قال احد حكماء مصر الفرعونيه: لا تكن شريرا، خلد ذكراك عن طريق حب الناس لك، يمتدح الناس طيبه قلبك. النص ده بيدعو لايه؟ الرحمة. الرحمه طبعا. يلا محمود، رقم واحد. رقم اثنين. يلا تفضل. في أنا طيبة طيبة أصبحت مركزا للإبداع الفني في عصر الدولة الحديثة إلى ألف. ازدهار الرسم والنقش، يعني بفضل في طيبة إن هي مركز ده فني في الدولة الحديثة، ازدهار الرسم والنقش فيها. محمود ايه؟ معاك يا مستر. لا الإجابة غلط، مش ضرر الرسم والنقش. ده هتكون ده توافر الأحجار والمعادن بها. طيبة طبعا ده آخر درس عندنا اللي هو درس الحياة الثقافية والفكرية. قالوا لنا إن طيبة دي مركز الإبداع وإن فيها أمهر الحرفين بسبب توافر الأحجار والمعادن فيها. طيب يلا يا رنا. يؤكد أثناء المصريين المعاصرين بالآثار المصرية القديمة ومحافظتهم عليها على الشعور بالمسؤولية والحرص على مكاسب المجتمع.